بناخد سؤال من على الواتساب. يلا بينا. قلت لزوجتي انت طالق، ليس بنية الطلاق ولكن بنية ألا تطمئن وتصلح من نفسها. يعني ايه بنية ألا تطمئن؟ ما تبقاش مطمنة يعني، وتصلح من نفسها. يعني عايز لما تطمنيش انت لوحدك، خليك بدل تطمن انت مش لوحدك، ففي ما تطمنيش انت لوحدك. تمام. وبعدها بعامين كررت نفس الشيء لتعرف انها على حرف وتصلح. ده ما شاء الله يعني شكله مدرس لغة عربية. وتصلح من نفسها. وفي المرة الثالثة كنت أقصدها فعلا، أعلم أن ما فعلته خطأ، ولكنني عندما أغضب يكاد عقلي أن يذهب ولا أستطيع التحكم في تصرفاتي. لدي أولاد وبنات كبار يلحون علي بمراجعتها، ماذا أفعل؟ يروح يتعالج. ده كلام مش منطق. أيوة. أنا أقول لمراتي عشان تتعدل، عشان والله ما تطمنش وتصلح من نفسها، بقول لها أنت طالق. ده تهريج. على قول جمهور الفقهاء ده طلاق واقع يعني. أنت طالق باللفظ دي، خلاص ده أنت طالق. هنجيب له منين إحنا بقى حد نقعد إحنا نراقع للناس ما تقول وما تفعل؟ خلاص يذهب إلى أحد دار الإفتاء عنده يسألها. أيوة. لعلي بحصله بقى عندما أغضب يكاد عقلي أن يذهب. يعني كل ده ما قالش فيه ان كان غضبان. ايوه. تطلق بس بنية الطلاق، بنية ان ما تطمنش. اتنين بعدها مش عارف انت تعرف انها على حرف. انما ما جابش سيرة الغضب اللي في التالتة، ده الله اعلم اللي فيها. فعليه ان يذهب الى دار الافتاء او الى احد العلماء يحكي له بالتفصيل المرة التالتة دي اللي فيها، فان ثبت ان لا كان قصدها فهي طالق. تمام، جزاكم الله خيرا.